نستأذنك وناخد معانا أستاذة مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ اتفضلي دلوقتي. اتفضلي. أنا أهلي أهل إيه يعني أهل بابايا مقاطعيني مقاطعينك أو بسبب الميراث، بعد وفاة بابايا على طول اتخانقوا معانا وخلعوا كتف والدتي وضربوها وضربوا اخواتي وضحكوا علينا في الورث. وضحكوا عليكم في الميراث. أو خدوا حقنا وكده. تمام. دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك، يعني هو انا كده انا اللي عامله قطيعه الارحام؟ انا مش والدتي هتقاطعني لو انا كلمته. قالت لك طبعا ايه، لا تبقي بنتي ولا اعرفك وتحرمي عليا لو رحت كلمت عمك ده بعد اللي عمله وخلع لي كتفي، مظبوط؟ اه تمام. طيب وانا قبل كده في وفاه عمي دخلت ورميت عليهم السلام، بس ما حدش فيهم رد. عمك مات يعني؟ ايه؟ عمك اللي كان واخد ورثكم لا، مات؟ لا، هما اثنين، واحد توفى وواحد لسه عايش. تمام. اما الثاني توفى دوت انا رحت وايه؟ وعزيت. تمام، حاضر يا فندم، حاضر. ربنا يرحم الجميع، واكيد الشيخ اسلام هيجاوب يعني. اتفضل. بتبقى مشاكل كبيره جدا يا دكتور محمد اللي بنتعرض فيها للمواريث. تمام. والمشاكل اللي بتحصل بين العائلات بسبب الميراث. والناس في موضوع الميراث بتعتقد انها شطاره. ايوه. ان انا لما اخد حق اخويا او اجور على حق اختي او اقدر اغير اوراق او ابدل اوراق او اطلع اوراق لابويا والامي واقدر اخد جزء كبير من التركه لنفسي، دي شطاره مني. طيب ده حته المواريث تحديدا لما نيجي نقعد مع الطرفين، ربنا موضحها كلها ولا كل فريق هيقول لك انا عندي الدليل اللي انا صح والتاني اللي غلط؟ لا هقول لحضرتك، عفوا، الميراث زيه زي الصلاه. تمام. زي الصيام، زي الفرائض، ومش انا اللي بقول ده، واضح، ده ربنا اللي قال. قال كده في المواريث في سورة النساء، فريضة من الله. جميل. كل واحد له فرض. انت بقى حضرتك هتجور على اولاد اخوك، هتجور على اختك، هتجور على اخوك، هتحاول تظلم اي حد موجود من المستحقين للميراث عشان تاخد اكتر، انت بتقتطع لنفسك قطعة من النار وهتسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب انا لو جيت اخد اكتر من اخواتي لظروف، انا كنت شغال مع ابويا. تمام. او انا كبرت التركه او انا كبرت التجاره، امتى اخد اكتر من اخواتي؟ أيوة. لو اخويا، لو ابويا او امي كتبوا لي شيء مكتوب. تمام. المكتوب دوت كوصيه ينفذ، بس لا وصيه لوارث الا في حدود التلت. تمام. طيب هم ما فيش وصيه، بس اخواتي اقروا ان انا تعبت مع ابويا واشتغلت. أيوة. مع ابويا وكبرت، يبقى بالتراضي بيني وبين اخواتي. لكن اضحك على اخواتي واضحك على اولاد اخواتي، هتحاسب عنه وهتسال عنه بين يدي الله. طب صله الرحم وقطيعه الرحم، انا هصل الرحم لكن الميراث دوت ربنا هيحاسبه عليه. وفي نفس الوقت لو اقدر ادافع عن حقي يا دكتور محمد. أيوة. ما سيبش حقي باي طريق من الطرق. جميل. المشروعه. صحيح. ادافع عن حقي، لان انا لو سبت حقي هيروح. ربنا هيسالني، هيروح في الدنيا، لكن ربنا كمان هيحاسبني ان انا فرطت في حقي وفي حق اولادي اللي موجودين من بعدي اللي ده حقهم الشرعي.